تكون الستاير دي كده بالكيس بتاعتها، يعني مثلا الكيسه دي مكتوب عليها 19 ونص، الكيسه دي مكتوب عليها 19 ونص، 80 متر، 90 متر، 11 ونص، على حسب كل كيسه مكتوب عليها كم متر، بتحطيها على الميزان بالكيسه بتاعتها، الكيلو على 280 تمام. وبرده البواقي اللي هناك دي برده الكيلو على 280. دي درجه تانيه يا جماعه، والراجل ما بيكدبش على حد، قال لكم دي درجه تانيه فيها عيوب بس مش مذكوره قوي، يعني مش باينه قوي. انا عاجبني الكنار اللي انا كنت واقفه قدامه ده، في كيس تاني اهو انا عاجبني قوي ده للبتاع ده للملايات، عشان من هنا ملحوم ومقفول زي ما انتم شايفين اهو، تمام، هو في الكيسه، ومن هنا ليه كده زي غبيره اهي، ده حلو قوي عاجبني. ده بالكيلو برضو تحطه على الميزان يطلع كام كيلو. ده الكيسه زي ما انا قلت لكم في اتواب كبيره جدا اهي، اكتر من ال 80 متر اهي، 65 75 80 تحطي على الميزان، بس الاكياس دي تتحط على الميزان بحالها. هنا البواقي 2 متر 3 متر لغايه 5 6 متر يتحط برضو على الميزان على 280 جنيه. حتى الجبيره اللي انا بقول لكم عليها دي تتحط على الميزان وعلى 280 جنيه. بصوا دي كنزه، كنزه عن اللي انا لسه موريها لكم، بس نفس الشكل. ممكن تاخدي دي لو انت عندك مصنع وتمشي بيه بالجبيره بتاعتها الاطول شويه، ويمشوا الاثنين مع الملايات يبقى حلو قوي. ده كده بالنسبه للمخزن يا منال، ده كده المخزن اللي فيه الستاير عند استاذ سيد في اوسنا، وده كده البواقي اللي انا بقول لكم عليه بالمتر. عايز اقول لكم ان شكل الستاره دي عجبني قوي، لفت نظري. ده الكنار بتاعها، وده كده كل الشغل بتاعها متصل. في دي بقى كنارات، شايفين ده كده دايرة كنار، يعني متهيألي اللفة لوحديها أو الشنطة بقى دي كلها بتتوزن لوحديها. دي كده جبرات بتاعت ملايات تنفع قوي. على العموم يعني أنا مش عارفة أجمع لأن السفرية تعبتني بصراحة، بس يعني الحمد لله. دي كده الأشكال بتاعت الستاير كلها اللي عنده زي ما انتوا شايفين بالأمتار بتاعتها، حطش على الميزان وزي ما يطلع على 280. هنرجع لموضوعنا ونروح المكان بتاع الفوات. كده سبت المخزن اهو ورايا، وهرجع تاني على اول الشارع عند مدرسة فاطمة الزهراء. ركبت ازاي دعاء؟ ركبت من شبرا الخيمة اي عربية رايحة اوسنا، نزلت الاخر خالص وخدت توك توك ينزلك عند شارع الجلاء مدرسة فاطمة الزهراء، المحل بتاع الفوات في اوسنا عند استاذ سيد. ارقام التليفونات هلاقوها في اول تعليق مثبت، بس انا سبت المخزن بالستاير بالحاجة اللي فيه ورايحين المحل التاني اللي هو بتاع الفوات. قول بقى بسم الله، ما تنسليش باللايك وسبسكرايب للقناه، اول مره تشوفي قناتي فعلي الجرس يوصلك كل جديد. بصوا عنده قماش بس انواع كتيره جدا، انا شايفه في ناس كتير ما شاء الله بتاخد منه. بصي كده، بصي الكيلو اي كيلو ب 150، انواع كتيره جدا بقى. انا مش عارفه الشكل ده ايه، حلو قوي، شايفاه مقلم كده، مش عارفه ده خامه داخله على كتان ولا ايه، بس شكلها حلو قوي. ده كده كيلو ب 150 مدرين. حتى الشكل الترند الجديد اهو، وخامه ناعمه، هي مش فسكوس بس ناعمه اللي انتوا شايفينه ده الترند. ده كده بالنسبه للقماش اللي بالكيلو برضو ب 150، في فسكوس اهو ساده وفي منقوش. ده بجانب المخزن اللي احنا صورنا فيه. نيجي بقى عند الفوط. الفوط اللي عنده النهارده جميله قوي واشكالها حلوه قوي. دي الدرجة الثانية ب 230 صح كده، والدرجة الأولى ب 300. لا افرجيها أنا أشوفها، دي الحمرة دي، ده إيه ده؟ ده 70 في دي 70 70 في 100 في 140. ده الشغل بتاعها، بس هي مش ظاهرة لي الشغل بتاعها، ماشي. المهم إن ده الشغل بتاعها بيبقى بارز زي ما أنتم شايفين كده. وده الكيلو اللي ب 230 جنيه اللي الدرجه الثانيه، ده احنا في اوسنا تمام. كل ده كده ب 230 جنيه الدرجه الثانيه. في ساده الخامه بتاعته حلوه، وفي حاجات السروجي داخله في الخامه الدرجه الثانيه دي، في حاجات خامه السروجي داخله في الدرجه الثانيه، كل ده كده درجات ثانيه. هي خامتها حلوه والتطريز بتاعها عاجبني قوي. دي كده من الدرجه الاولى. دي كام؟ دي 50 في متر 60
دوري عليها في الارض. دي 60. بص كده اه 60 60 في 120 ده كده. هم مختارين الشكل ده. انت كده مديني اللي وشها قطيفه دي ظهرها عشان يبان التطريز اللي فيها. التطريز اللي فيها اهو كده ظاهر، انما الوش بتاعها ما كانش ظاهر التطريز ده كده ظاهر. التكت كده بتاعها اهي عايزه ابينها. امسكي كده عشان ابينها لهم. نزلها على اليوتيوب مش الفيس. دي حلوه قوي برده. امسكي كده دي شكلها حلو قوي قوي. التقليمه بتاعتها برضو ده كل ده كده بالكيلو. مقاسها كام؟ مقاسها 60. مقاسها 60 في 120. السخامه بتاعتها حلوه قوي. ده كده السروجي برضو. بالنسبه للفوط بتبدا من اول، يبقى الفوط بتبدا الكيلو منها ب 230 جنيه واعلى حاجه 300 جنيه تمام. والسروجي برضو بالكيلو، بس للاسف الوان محدوده. اللون البامبا بس، في متطرز زي ما انتم شايفين وفي مش متطرز ساده تمام. وده الشغل بتاعها متطرز اهو. الخامه دي جميله جدا هي ودي، واستروجي ومكتوبه ومختومه والدنيا حلوه، وفي مش متطرز منها اهو تمام. الخامه بتاعتها يعني بجد بتتكلم عن نفسها وانا بقرب منها كده. ده كده بالكيلو احنا قلنا بدايتها من 230 لحد 300 جنيه اعلى حاجه في الفوط. كل التشكيل اللي انتم شايفينه ده في قوسنا. تيجي بقى تفتشي فوطه فوطه لغايه اما تطلعي الاشكال اللي انت عاوزاها كلها، لان هنا في حاجات بتبقى فرداني وفي حاجات بتبقى ليها اخت او ساعات ملهاش، يعني انت ونصيبك. لان دي في درجه ثانيه وفي درجه اولى. الدرجه الاولى هتلاقي السريهات بتاعتها، انما الدرجه الثانيه مش هتلاقي السريهات بتاعتها. عنده اطفال، بصوا دي كده فوط اطفال عليها وشوش. دي كده فوطه واحده اهي، ده مقاسها. دي مقاس الاطفال، ومش عارفه مختاره الاحمر ليه كل شويه يطلع في الصوره مش باين اصلا. المهم ان ده مجسم وده شكل الفوطه. دي كده 50 في متر وده الوش بتاعها. دي كده 50 في متر والاشكال بتاعتها كلها اهي. وكل ده يا جماعه بالكيلو في قوسنا. هتلاقي الصفحه بتاعته على الفيس اسمها اقمشه بالكيلو. بص البشكير ده، البشكير ده عباره عن 90 في 150. خامته حلوه قوي والتطريز بتاعه عاجبني جدا. بصوا جمال التطريز بتاع البشكير تحفه، وانا شايفه ان فيه كده شغل فيها من جوه. بصوا فيها كده رسمه نجمه، هي مش واضحه قوي عشان خاطر هي بيش في بيج. اشوف لكم حاجه غامقه شويه تبقى واضحه. قفلت الاضاءه عشان يبان الحفر بتاع الفوطه او البشكير. زي ما انتم شايفين ده الحفر بتاعها. هو انا مش حاطه الاضاءه بيبقى التطريز واضح، احط اضاءه بيبقى التطريز مش واضح. النور قاطع. انا مش عارفه بيقطع كتير قوي في قوسنا ليه. دي جميله قوي، حجمها حلو قوي. اطفال 50 في متر. طب ليه بتاعتها؟ بصوا بصوا الجمال بتاعها. يعني دي كده فيها سته وفي وات مطبخ بالشراشيب بتاعتها. لا شراشيب اهي، دي كلها شراشيب الالوان بتاعت المطبخ. ده شكل الباكج في سته. حلوه قوي دي، حلوه العروسه، جميله شياكه. اقول لكم ان الفوط بتاعت السروج دي اقسم بالله تحفه. خامه وشكل، ده ظهرها. بصوا كده شكل التطريز، ده شكل التطريز اللي في الكنار تمام. تعالوا بقى نشوف التيكت. انا قلت لكم ان هو سروجي، بس بجد خامه تحفه. السروجي اهي، دي جميله جدا، بس للاسف مفيش الوان منها. فخدت انا بصراحه كل واحده قطعه اهي. شكلها حلو قوي والقلم بتاعها جميل والظهر بتاعها ساده وقطن، قامتها تحفه. دي شكل تاني خالص منفرد بقى جديد. جميل جدا برضو السروجي اهي. السروجي بصوا القمر ده، بصوا فيها تطريز هنا رفيع، وتيجي للاتجاه التاني بتاع الفوطه في تطريز اعرض شويه اهو. الاتجاه ده من فوق والاتجاه ده من تحت
تطريز هنا رفيع وتطريز هنا عريض. للأسف ما فيش اللي هي برضو اللون ده. فبصراحة جبت الثلاث ألوان دول، شكلهم حلو وجميل، ومش شرط ان الواحد يعمل علبة، يعني مش شرط خالص، بس الخامة حلوة جدا. ده السروجي، وانتوا عارفين السروجي دلوقتي الفوطة بتاعتها عاملة كام بره. بس انا قاعدة مع واحدة صديقة ليا من ايه الاشكال دي، انا ما اوريكمش الاشكال دي للاسف، لان في اسواق كتيره وناس كتير جدا بتبيع، قصدي بتشتري قماش بكيلو فالدرجه الاولى عندهم وهم واقفين، فما كنتش اعرف اصور مع الاصوات بتاعتهم خالص. دي اشكال الفوط ما شاء الله، دي السريهات اللي هي الدرجه الاولى، ده التطريز بتاعها من على قرب، كل ده كده تطريز الدرجة الأولى بألوانه. بصوا دي انت سايبة شنطتك مفتوحة الدرجة الأولى دي، يعني أنا مش عارفة أروح عند الدرجة الأولى من الأصوات دي، الأصوات دي صعبة جدا. بصوا الدرجة الأولى دي حلوة قوي برضو، خامتها حلو، بس ده وش قطيفة خلي بالك. حلو، انت خدتي كده كشمير واصفر ولون فستقي. نايس السمون ده، نايس السمون ده هيقال لك هجيب لك. طب خلاص خليه يجيبه لك عشان نمشي. ماشي. بصوا دي برضو شاطي، فبرضو التطريز بتاعها مختلف. ده كل ده درجة أولى. تعالي راحة فين بتشيري اهي، ده كل ده درجة أولى التطريز. بصوا انا هقفل الإضاءة عشان تشوفوا الأرضية بتاعتها عاملة ازاي. بصوا لما قفلت الإضاءة الأرضية بتاعتها فيها قلم كده، والوش ده قطيفة، والوش اللي جوه قطن. تمام، افتح الإضاءة تاني بقى مش هتشوفوا الرسمة اللي انا وريتها لكم اهي، انما لما اقفل الإضاءة هتشوفوا الرسمة. بخلي فتح الإضاءة لأن النور قاطع، وللأسف محدش هيشوف حاجة دام النور قاطع. بصوا دي لون موف، مفيش إلا اتنين بس، جبتي اتنين ليه؟ من دي بس، عايزة اتنين بس. تمام، دي الأحمر أول حاجة وريتها لكم في الفيديو، هقفل لكم برضو الإضاءة تشوفوا الرسمة اللي عليها. بصوا الرسمة اللي عليها، ثواني بس هبينها لكم. مش عارفة انتي ليه حلفة ما تبانيش ليه، هتلاقوا في رسمة التجزعات كده، هي التجزعات دي فيها، بس هيك منها احمر مش باينة، حاولت ابينها لكم من غير اضاءة برضو ما بانتش. ده الشغل بقى، ربنا يبارك لها فيها يا رب ويرزقها بالحلال. هو ده الشغل بتاع الدرجة الاولى اللي هي جايباه لناس، ربنا يكرمها فيهم يا رب. ده الشغل بتاع الدرجة الاولى. طبعا احنا يا جماعة لما بنيجي نجيب لحد بنمشي بالواتساب ونفضل نقول الدرجة دي موجودة والدرجة دي موجودة، وهي تختار معانا، واحنا بقى نجيب لها على هذا الاساس، ونفضل نجيب لهم الالوان اللي هم عاوزينهم، مع ان والله العظيم ما مجازية مع اي حد خالص. كفاية المواصلات من القاهرة لقويسنا بجد، بقى سعر تاني خالص في المواصلات. ربنا يعيننا ويعينكم، ونقفل الفيديو على كده. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. احنا جايين نجيب شغل الناس، بس قلت برضو ابين لكم اللي احنا بنجيبه والدنيا عامله ازاي.